تسلم يا عبد الكافي على هذه الاغنيه الحلوه. هذا اللحن عراقي صح يا عبد الكافي؟ اللحن عراقي من الحان الاستاذ ابراهيم الصلاحي. ابراهيم الصلاحي على النمط العراقي. ايوه على نمط عراقي. حييه في هذا اليوم، نقول لك كل عام وانت بخير يا استاذ ابراهيم وكافه الشعب اليمني. وانت بخير يا عبد الكافي، وتسلم على هذه المقطوعه. فؤاد، ايش رايك بالاغنيه اللي غناها؟ ها حلوه والله يا سيدي. حلوه عجبتك؟ طيب لانها من الحان ابراهيم. بس لانها من الحان ابراهيم. من اداء عبد الكافي. يستاهل عبد الكافي، يستاهل ابراهيم. فؤاد، الان ايضا معنا احنا فقره اسمها ركز واربح. هذه الفقره فيها نمط انه ما تجاوبش بنعم ولا لا. اصحاب عمران كيف يقولوا؟ معه ولا معه؟ ما يقولوا كيف يا اخي. اذا شرط المسابقه قلت لك في الفقره هذه اسمها ركز واربح، ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا اي ولا معه، وما تهز راسك لا يمين ولا يسار. إذا هزت راسك يعني قرحت. أيوة، أنا بسألك أسئلة عادية يعني، إذا فزت بعطي جائزة، إذا ما فزت بنشوف من اللي بيفوز من الميدان. فؤاد، قلت لي أنت من عمران بس من حجة صح؟ الأصل من حجة؟ مالك ساكت؟ أنت قلت لي بمن؟ إيش بنعم ولا؟ ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا أيوة، ما تهز راسك، لكن تجاوب مثلا أقول لك أنت من حجة، تقول من حجة. يلا خلاص. ما تقولش خلاص، اتفقنا؟ تمام. خلاص يعني فؤاد ان شاء الله الحين مستعد. هو اصلا من حجه وعايش في عمران ويدرس سنه اولى اعلام صح؟ ايوه. حين ما تقول عليك عتبدا. فؤاد مش مركز خالص، عشان اكون زيد له فرصه. خلاص اخر فرصه لفؤاد. فؤاد، قلت لي درست اعلام، حب في الاعلام صح؟ في الاعلام. تحب الاعلام؟ احبه اكيد. كثير؟ ها؟ اكيد اكيد اكيد. انت قلت اكيد ما بشي. اكيد عادي يا بس انت دراستك. ما شاء الله فؤاد بيحب الاعلام، يشتي يبقى اعلامي وفنان صح؟ اكيد اكيد. ها اكيد. لا تسترزق. اكيد عادي اكيد عادي. اذا ما شاء الله فؤاد واحد يمسك راسي. فؤاد بدا يركز معنا في هذا الفقره، وما شاء الله عليه، هو اصلا انسان مبدع وفنان، وتميز في جانب التواشيح اليمنيه من زمان صح؟ اكيد اكيد. فؤاد علق عند اكيد، واحنا نقول لك اكيد ما تنتظر لما نشوف من اللي في الميدان مركز واخذ الجائزة في فقرة ركز واربح. مشاهدينا الكرام، نذهب نتابع من الشخص الذي ركز معنا وأخذ جائزة هذه الفقرة، ومن ثم نعود. ابقوا معنا. طيب اسمك الكريم قلت لي؟ عبد القادر زايد. عبد القادر من فين؟ من تعز. من تعز. إذن عبد القادر، ماذا مو سعيد إن شاء الله نسعده ويكون يركز معنا. يجاوبنا بندخلك في فقرة ركز واربح، ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا أي ولا ما، وما تهز راسك، وبعطيك جائزة. اتفقنا؟ أوكي أوكي. يلا يا سلام. إذن عبد القادر، في أي معنى ثاني غير؟ أيوة غير. أيوة غير نعم، غير لا، غير ما، ما تهز راسك. ما طولش معي. ما أطولش معك. يلا أوكي أوكي. يلا عبد القوي اسمك؟ عبد القادر. يا سلام. إذن معنا الأخ عبد القادر في فقرة ركز واربح. عبد القادر من فين أنت؟ تعز. تعز. يا 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 اي ده عبد القادر من البدايه وده، بس نعيد على عبد القادر. طيب يا عبد القادر مش مشكله. عبد القادر من فين انت عز؟ من التربه. من التربه. رباصي. شوف راسي على فكره يهتز لا ارادي يعني، لا تركز معي. رباصي من الرهده. تقدر تقول تقدر تقول من التربه ولا من الرهده؟ من التربه. الرهده والتربين سواء. لا بعيد، التربه فين والرهده فين؟ الرهده في خط عدن والتربه في الضباب. في برق بس الفرق بينهم ربع ساعه. ربع ساعه. ها ايوه. ما فيش فايده. في سلام. طيب عبد القادر من العايدين مقدم. الله يفتح عليك. مشاهدي الكرام، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. حياكم الله الى فقره ركز واربح. معنا هنا الاخ، نتعرف عليك. الامين زيد الهجام. امين الهجام من محافظه اب صح؟ نعم من محافظه اب. اخ امين، هذه الفقره ركز، ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا اي ولا ما، وما تهز راسك، لو تعديتها بعطي جائزه ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. طيب الاخ امين الهجام من بعدها صح؟ نعم من الشعر. من الشعر. من الشعر الاخ امين تجاوز علي انه ما بداش يركز مع اللعبه. طيب يا اخ امين من الشعر، مزوج ولا عادة؟ عادة. انا لا مزوج. مزوج؟ طيب ايش ثاني شيء؟ مزوج ولا لا؟ مزوج. مزوج 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 الاخ امين، بس ما قدش معاه ولا صح؟ لا لا يوجد. لا لا لا. لا. خلاص.
الاخ امين مش مركز، لكن يكفينا اخ امين ابتسامتك ونقول لك كل عام وانت بخير وعيد مبارك مقدما. وانتم بخير وكل الوطن العربي والاسلامي بخير. خير ان شاء الله، الله يفتح عليك امين في امان الله. مشاهدي الكرام في فقره ركز واربح معنا الاخ، نتعرف عليك اسمك الكريم. ماهر الجمالي. ماهر الجمالي من فين يا ماهر؟ بن الحارث. ماهر الجمالي من بن الحارث ان شاء الله بيركز معنا وما يجاوبش بنعم ولا لا ولا ايوه ولا ما عم تهز راسك، اتفقنا؟ ولا هز راسي؟ ايوه. ولا ايوه ولا نعم. ولا ايوه ولا نعم. ولا خطا. ولا صح ولا خطا. ان شاء الله. ها؟ تمام. تمام خلاص. ذكرني ذكرني اقول تمام تمام، ذكرني بس اسمك. ماهر الجمالي. ماهر الجمالي، ماهر الجمالي من عمران. بن الحارث. بن الحارث؟ ها؟ بن الحارث ان شاء الله. بن الحارث ولا عمران؟ بن الحارث. مزوج؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. كم معك اولاد؟ انت بنات. ما شاء الله الاخ ماهر صح؟ تمام. تمام. اسمك ماهر؟ تمام. ايش اسمك طيب؟ ماهر الجمالي. ماهر الجمالي من همدان صح؟ بن الحارث. بن الحارث. ها؟ تمام. ما هو تمام بن الحارث ولا لا؟ او لا لا؟ ايام انت قلت لا ذا ولا ذا. طيب من انت بن الحارث؟ بن الحارث؟ ان شاء الله. من بن الحارث ما شاء الله، بس معي اثنتين بنات يشتغل في صنعاء صح؟ سعيدة الثورة. سعيدة الثورة؟ ايوه. يا عزيز اسمك الكريم؟ رضية حسين هاجر. رضية هاجر؟ ايوه. ايوه من البداية ايوه. رضية من البداية تقول ايوه. طيب يا رضية تدرسي ايش قسم في جامعة صنعاء؟ كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء سنة ثالثة. سنة ثانية؟ ثالثة. ثالثة. ام. يلا نشوف نتجاوز عن الاخت رضية ونعطيها فرصة ثانية. طيب ايوه. طيب يا رضية سنة ثالثة في كلية الشريعة؟ سنة ثالثة في كلية الشريعة. قسم ايش؟ قسم ما فيش معنى قسم. تطلعي قاضية؟ ايوه قاضية. ايوه قاضية. ايوه قاضية وفعلا ما ركزتش، لكن ان شاء الله تكون قاضية. كل سنة وانتي طيبة يا رضية. مشاهدي الكرام الان معنا في خلال هذه الايام العيد الاضحى المبارك فقره ركز واربح، اللي ما يجاوبش بنعم ولا لا ولا ايوه ولا ما ما هزازه بعطي جائزه، اتفقنا؟ ان شاء الله. نتعرف على اسم الكريم. عمران حسن احمد صيبان. عمران، يا عمران فهمت المسار المسابقه؟ ان شاء الله. اذا الاخ عمران ان شاء الله يركز وياخذ الجائزه، بس ما تهز راسك، اتفقنا؟ اوكي. تمام. عمران من فينك يا عمران؟ بعدان. بعدان؟ بعدان. مزوج ولا عادك؟ مزوج. كم معك اولاد؟ ولد. اسمه حسن صح؟ حسن. حسن؟ حسن. لا تهز راسك يا حسن. حسن. حسن ما تهز راسك يا عمران، ركز، لو تهز راسك يعني خرجنا مسابقة. طيب الأخ عمران من أب بس عايش في صنعاء صح؟ بصنعاء. صنعاء؟ بصنعاء. صنعاء؟ بصنعاء. بصنعاء عمران ركز. طيب يا عمران اللهم صل على النبي، كم معك أخوان؟ خمسة. خمسة، كم بنات وكم بنين؟ أربعة عيال وبنت. بنت واحدة؟ واحدة بس. بس 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 بنت واحدة بس. طيب من أكبر أخوانك؟ اسمه عمرو صح؟ وليد. وليد 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 الكبير. وليد الكبير. وليد الكبير. وليد الكبير. عمران مركز ما شاء الله عليه. باقي ثلاث أسئلة، لو عمران تجاوزها بعطيه جائزة. طيب يا عمران قلت لي من أب صح؟ من أب. من أب؟ من أب. عايش بصنعاء؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. يا سلام. عمران عاش بصنعاء معه ولد اسمه حسن صح؟ ان شاء الله. اسمه حسن؟ حسن. حسن عمران؟ حسن عمران. تحبه ولا لا؟ احبه كثير. كثير والله. والله. عمران يحب ولده كثير وفعلا مركز معنا عمران، ولانه من اب ويستاهل الجائزه. تستاهل ولا لا؟ ان شاء الله. تستاهل؟ ان شاء الله يستاهلها وان شاء الله، وحاول يمسك نفسه وفعلا ركز معنا ويستحق جائزه هذه الفقره من فقرة ركز واربح. وجائزة هذه الفقرة هي 10,000 ريال. الأخ عبد السلام المحاسب المالي لو سمحت، جائزة هذه الفقرة ركز واربح هي 10,000 ريال مقدمة للأخ عمران من محافظة إب. ألف مبروك عليك الجائزة. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، والف مبروك للشخص الذي ركز معنا وحصل على الجائزة. ما شاء الله عليه كان مركز
زياده ويستاهل الجائزه. وايضا الاخ فؤاد فنان ونجم النادي الايراني يستاهل لانه كان ايضا مركز، يستاهل انه يختار سؤال، يختار ورقه من الامام بين الحلوى ونشوف ايش السؤال لفؤاد ونعطيه جائزه. يا فؤاد يلا، ما رايك نختار حلوى؟ لا لا انا بقرا السؤال، جيب الورقه انا بقراها يا فؤاد. اذا نشوف السؤال للاخ فؤاد. فؤاد السؤال طلع على اثنين لهم مجال او باع واسع في مجال الفن اللي تغنيه هو جانب الاعراس، الاخ عبد الله جعدان وعمار جعدان، ايش رايك بما يقدموه من فن؟ فن رائع، حلو ومتميز، يعني في مجال عمله ما شاء الله صدق. قدموا الفن بشكل جميل، اصواتهم اكثر من جميل، اكثر من جميل. كيف علاقتك مع عمار وعبد الله؟ حلوه حلوه، دائما تتواصلوا مع بعض، تتعاونوا في اعمال، استشارات؟ هذا بلا شك، بلا شك قدي خبير المهنه. خبير المهنه. اذا ايضا نمسي على الاخ عبد الله وعمار، كانوا ضيوفي في الحلقه السابقه، نقول لهم كل سنه وهم طيبين. وما دام جاوبت على السؤال تستحق معزوفه من الاخ فهد العزي. بس فهد بيختار المعزوفه وانت بذكائك تختار ايش المعزوفه وتغني الاغنيه على طول، ايش رايك يا فهد؟ اتفقنا؟ توكل على الله. نشوف المعزوفه من فهد ونشوف فؤاد وتركيزه هل بيركز مع الاغنيه يغنيها صح ام لا. يا مجمل الأعراس زورها الإناث، يا مجمل الأعراس زورها الإناث، حيا بكل الناس مشنت الأمزان، حيا بكل الناس مشنت الأمزان. قلبي لكم مضراح، عيني بكم تفتح، ظلي عبايك داح في خطوة ضيفة، ظلي عبايك داح في خطوة ضيفة. يا مجمل يا حسن باهي الخاص
في روعة المشاد يحسني باهي الخاد يا روعة المشاد عرش الهنا تصعد علي وهو سلطان عرش الهنا تصعد علي وهو سلطان يا مجمل الأعراس تزور بكل الناس ما شنت الأمزان. ما شاء الله عليك يا فؤاد، لقطها وهي طايرة أشياء فهد فهم. إذن فؤاد تسلم على هذه المقطوعة الجميلة، ويسلم فهد إنه اختلنا حاجة حلوة. تسلم يا فهد. فؤاد، وصلنا إلى ختام البرنامج وهذه الأمسة الجميلة التي كانت حقيقة كنت مستمتع جدا بوجودك معي. حياك يا سلام. أختم بس كذا بعض الأسئلة الختامية. فؤاد، يوم تزوجت من تمنيت انه يغني لك في عرسك؟ وايش كانت احلى اغنيه غنوها لك؟ احلى اغنيه، الاغنيه اللي غنيناها الان. من اللي غناها لك؟ غنيت انا وابراهيم صلاحي طبعا. يعني غنيتها في عرسك بنفسك؟ يعني ها، يعني ما فيش حد يغني نفس اللي انت، ولا ما كنتش واثق ان حد يغنيها مثلك؟ ضروري المشاركه من العريس. ها، اذا احلى اغنيه في العرس انه غناها فهد. ها، فهد غنيتها بنفسك؟ انا اقول ايش الانسجام انه فهم على طول كذا بينكم. اذا اتمنى لك كل الخير يا فؤاد، وفي ختام البرنامج حقيقه انا سعيد جدا انك كنت معنا في هذه الامسيه الجميله الرائعه، وباذن الله الايام الجايه تكون افضل وافضل، ونلتقي وقد في اعمال جديده ومنوعه وتفاجئ فينا ان شاء الله. غير العرس باذن الله. غير العرس باذن الله. فؤاد، لو كان لك كلمه اخيره في ختام البرنامج تفضل، او عيديه او رساله تفضل. الكلمه اخر كلمه اقولها ان شاء الله نعيد على الجميع عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير، وأعاده الله علينا وعليكم أزمنة عديدة بإذن الله. وإلى الشعب السوري نقول لهم عيدكم مبارك، وربي بإذن الله ينصر الحق على أهله. ربنا يعني يفرج همهم فعلا. يعني احنا هذه الأيام احنا نعيش في أيام الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما شاء الله تحت النار تحت القصف من مختلف الأسلحة من عصابة أسد والذين يقفون معاه. إذا تسلم يا فؤاد، ونقول لك كل سنة وانت طيب، ومن نجاح إلى نجاح ومن تقدم إلى تقدم. باقي تهنئة لأمي ولأبي ولزوجتي ولإخواني أجمعين، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منكم جميع الطاعات بإذن الله. وإحنا نقول كل عام وكل اليمنيين وكل أحبائنا في الداخل وفي الخارج وفي اليمن وخارج اليمن بألف خير وصحة وسلامة وعافية يا رب. ختام البرنامج مشاهدينا الكرام، أشكر العازف هذا العزيز، أشكر معتصم الجبالي الفنان، وأيضا عبد الكافي خالد، كما أيضا أشكركم على حسن المتابعة. بإذن الله غدا سيكون لدينا ضيف جديد وأمسية جديدة مميزة وجميلة، بس أنتم خليكم على الموعد، وإن شاء الله تلقوا ما يسركم وما يسعد قلوبكم بإذن الله. أختم بأغنية ختامية تكون ختام البرنامج من فؤاد، يختارها على ذوقه ونختم بالبرنامج. أنا أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. يا قلب المعذب كفاك حتى الطب عاجز عن دواك، يا قلب المعذب كفاك حتى الطب عاجز في دواك، جرحك في الهوى داخلي يكفي بس سواه بالطريق، جرحك في الهوى داخلي يكفي بس سواه بالطريق، يا قلب المعذب كفاك حتى الطب عاجز في دواك.
جرحك في الهوى داخلي يكفي بس تهرم وأنت سليم يكفي بس وعم الطريق بتهرم وأنت سليم يكفي بس وعم الطريق يا قلب المعذب كفى حتى طلع جسدك محبوب قلبي هجرني أنا أسوين أشتاكي وفا ولا عجاني ما لدرت كيف تبه سبع لله سبع ولا عجاني ما لدرت كيف تبه سبع لله ولا انا وتفاتسيبه سبع على الله شعاد تكون حبيبك ولا انا وتفاتسيبه سبع على الله وسبع على الله.